السلام عليكم. من فترة عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي تقرير. التقرير ده بيتحدث عن ان هناك تجارة. هذه التجارة تقدر تدخل لمصر دخل يفوق دخلها من السياحة. موضوع كبير جدا ومحتاجين نفهم ايه تفاصيل هذا الموضوع الهام والخطير. واللي تفاصيله بنعرفها وبنعرف معلومات منها مهمة جدا. اولا حضرتك بتتكلم على دخل السياحة النهاردة بيصل لما يقترب من 15 مليار دولار. وده يعتبر رقم مش قليل خالص. حضرتك النهاردة كنت بتجيب 9 و8 و10 بالكتير مليار دولار. الفكرة ان انت عايز تنوع من المصادر اللي تقدر تعوض بيها نقص العملة الصعبة وتزود الخلل او تعالج الخلل. مش هتزوده طبعا. هتعالج الخلل الدولاري الموجود. فحضرتك النهاردة بتعمل هذا المشروع. قام الرئيس بتقديم هذه التقارير للوزراء المعنيين. ومنهم وزير النقل. قال له اعمل لي دراسة جدوى بخصوص هذا المشروع وهذه التجارة اللي تقدر تدخل لمصر دخل أكبر من السياحة وبحكم موقع مصر. فإنه فعلا قام الوزير بدراسة هذا الموضوع وأكد للرئيس صحة التقارير اللي بتقول إن هذه التجارة تقدر تدخل لمصر دخل أكبر من السياحة. إيه هي التجارة دي؟ بتكلم على التجارة اللي حضرتك شايفها، تجارة الترانزيت، يعني تجارة نقل البضائع. والحكم هنا هو حكم الموقع. الفكرة انك بتحاول انك تستغل الموقع في انجاح هذه التجارة الهامة. هكلم حضرتك واشرح لكم الموضوع بتفاصيل مهمة جدا وطبعا بشكل مختصر لان وقت حضرتك مهم جدا بالنسبة لنا. حضرتك النهاردة عشان تنجح وتنشئ هذه التجارة لازم تعمل ما يسمى بالمحاور اللوجستية. فعملت او انشأت 5 محاور لوجستية. بدأت فعلا في انشائهم لكن العملية جارية ومستمرة لم تنتهي بعد. نجيبهم من الغرب للشرق. محور من جرجوب في شمال مصر او في الساحل الشمالي نحو ميناء السلوم في الغرب. محور لوجستي تاني من القاهرة او من 6 اكتوبر تحديدا نحو ميناء اسكندرية. محور تالت من القاهرة نحو العين السخنة. محور رابع من المنصورة او من طنطا المنصورة ميناء دمياط. ومحور خامس وهو محور هام جدا يربط طابة والعريش مع ميناء شرق بورسعيد. ويربط تجارة الأردن والعراق امتدادا للخليج العربي بالمواني المصرية لعمل هذا المستهدف الهام المحاور اللوجستية والتجارة اللي فيها بتسمى تجارة الترانزيت. ولو حضرتك تأملت شكل المحاور أو موقع المحاور الجغرافي يعني السلوم تجارة ليبيا تخزن ويتم تداولها في ميناء جرجوب ويتم نقلها عبر هذا الميناء. وأيضا ما سيتم هتقول لحضرتك ما أنت عندك ليبيا فيها مواني. هقول لحضرتك ايضا ان انا بتكلم هنا على ميناء جرجوب وعملية توسعة الميناء. اي ميناء هيكون فيه عملية لممر اللوجستي هو ميناء بيتم توسعته وتطويره عشان يتم استقبال وتداول الحاويات فيه. مش مجرد ان انا بتكلم على منطقة مطلة على البحر. ما كل الدول عندها مواني مطلة على البحر. لكن الفرق ان الميناء بتاعك يستقبل الحاويات ويستقبل السفن ذات الغاطس الكبير ويستقبل كمان كبريات شركات الملاحة العالمية. حرفيا اكبر 6 توكيلات ملاحية في العالم موجودة عندك في مصر وبتستقبلها موانيك بعد عملية التطوير الجارية حاليا. وطبعا لكم مثال في ميناء اسكندرية ومحطة تحيا مصر اللي موجودة في ظهير ميناء اسكندرية واللي تم بيها ردم اراضي كانت غير مستغلة لعملية التطوير بالاضافة لعملية ايضا ردم البحر المتوسط في ميناء اسكندرية وعملية تطوير شاملة لهذا الميناء الهام جدا اللي بيعتبر وجهة مصر في الشمالي الغربي. لكن النهاردة بكلم حضرتك على عملية تجارة الترانزيت. تجارة الترانزيت لها شكلين، ترانزيت مباشر وترانزيت غير مباشر. ترانزيت مباشر يعني ببساطة مركب جاية من الصين. المركب دي موجهة تجارتها لعدد من الدول الأوروبية. احنا في الطريق ما بين الصين وأوروبا ولكن الدول دي تعتبر متباعدة. يعني المركب المفروض انها تروح توجه تجارتها لليونان ثم تتجه من اليونان لألمانيا ثم تتجه من ألمانيا لفرنسا ثم لأسبانيا راحة مثلا ل5 أو 10 دول. طبعا كل ده استهلاك للوقود. انت بتوفر على هذه المركب الفكرة دي كلها فبتنزل الحاويات عندك على احد الأرصفة في الموانئ اللي تم تطويرها في مصر واللي بيها هتقدر تستقبل هذا النوع من السفن الضخمة. فبتنزل الحاويات على رصيف الميناء وبيتم نقل هذه الحاويات مباشرة الى مراكب اخرى او الى اتجاهات اخرى يتم عبرها التوجه نحو البغيات المختلفة او الاتجاهات المختلفة. ده الترانزيت.
انت وفرت على المركب دي تكاليف وقود إضافية، وهي ايضا ساعدتك واعطتك مقابل تنزيل هذه الحاويات. يبقى انت مش صاحب هذه الحاويات، هي حاويات بتمتلكها الصين وبتنقل عبرك الى دول اخرى، ولكن كان صعب يتم نقلها مرة واحدة. ده الترانزيت المباشر، سواء الحاوية بتنقل مباشرة من المركب الى المركب او بتنزل على رصيف الميناء وبعدين بيتم نقلها الى مركب اخرى. كل المدة مطول وكل الحاويات ما تظل في الاراضي المصرية، ده المفروض ان بيعود عليك بعائد دولاري. وده الفكرة، محطة تحيا مصر لوحدها، ودي جزء من ميناء اسكندرية، ما بكلمكش على ميناء اسكندرية كامل، انا بكلمك على محطة تحيا مصر زي ميناء 6 اكتوبر الجاف زي موانئ اخرى. المحطة دي تدخل لك 7 مليون دولار في السنة، ومخطط ان تجارة الترانزيت نفسها عندك 12 ل 13 مليون حاوية بتدخل مصر في السنة حاليا. انت بتجارة الترانزيت وبعملية التطوير مخطط انهم يبقوا 40 مليون حاوية. كل حاوية من دول شوف هتزود لك ايه في الدخل الدولاري. ده الترانزيت المباشر. الترانزيت الغير مباشر هو عبر نقل هذه الحاويات من الموانئ المصرية، من ميناء اسكندرية مثلا. ما انا قلت لحضرتك انت عامل ممر لوجستي ينقل السفن او ينقل الحاويات عفوا من ميناء اسكندرية لميناء مثلا 6 اكتوبر الجاف، ويسعى على ده في كل الخمس ممرات لوجستية، ميناء في البحر وميناء جاف. ميناء في البحر يستقبل وميناء جاف يخزن، والتخزين هنا هنود مثلا لميناء 6 اكتوبر، وبالتالي هتروح بالقطار الكهربائي. ما هو النهاردة انا عملت القطار الكهربائي عشان هذا المشروع. بصوا يا حضرات، هي خط الدولة شاملة بتشمل اتجاهات مختلفة، احنا بنحاول نربط المفاهيم ببعضها. يعني عملت القطار الكهربائي، بصينا لموضوع القطار الكهربائي من اتجاه واحد او من وجهة نظر واحدة، ما بصناش لكل العوامل والجوانب اللي بينشا من اجلها هذا القطار. انا بصيت له ان قطار ركاب، ان يربط العين السخنة باسكندرية، ان يربط شرق مصر بغرب مصر، لكن ما بصيتش على المزايا المختلفة لعملية انشاء القطار الكهربائي والقطارات الخاصة بنقل البضائع. خد بالك الوزير كامل الوزير قال تصريح في منتهى الخطورة، قال ان انا اتفقت مع نظيري الاردني ونظيري العراقي ومن بعدهم الاشقاء في السعودية والامارات على استخدام ميناء طابة عبر شركة الجسر العربي، والشركة دي المفروض انها بتشرف عليها مصر والعراق والاردن. تشغيل للشركة انها تنقل البضائع من هذه الدول، من السعودية ومن الامارات ومن الاردن ومن العراق، في استخدامها في الفكرة دي تحديدا، فكرة عملية النقل اللوجستي وليس النقل المباشر. لو سفينة نفط راحة من السعودية على اوروبا فهي تتجه عبر قناة السويس مباشرة، لكن عملية النقل النهاردة من طابة الى العريش دي المفروض انها متفق عليها ما بين مصر والدول المجاورة، وايضا الى ميناء شرق بورسعيد. دي فكرة الممرات اللوجستية باختصار. عشان تعمل هذه الممرات كان لازم تخدم على اغراضها. يعني حضرتك مثلا الميناء مش هيقدر يستقبل سفن الحاويات الضخمة، خلاص مفيش فايدة من انشاء ممر لوجستي، لان عندك سفن حاويات كتيرة مش هتقدر تستقبلها بطبيعة الحال، ده هيأثر على الممر اللوجستي. لكن انت بتطور الميناء، شوف الشبكة، بتطور الميناء يستقبل اكبر سفن الحاويات في العالم، تزود الغاطس، تنشئ أرصفة، توسع خدمات الميناء، المناطق المجاورة، مناطق التخزين اللوجستي في الميناء. ما هو في تخزين هيكون مجاور للميناء، وفي تخزين هيكون بعيد في الموانئ الجافة اللي ممكن تعيد تصنيعه، اللي ممكن يفضل عندك فترة طويلة، اللي ممكن يدخل الانتاج او السوق المحلي. هيكون له اغراض مختلفة لا داعي لذكرها، فالعملية مختلفة وتطويرها مختلف. عشان كده وزارة النقل اتكلفت في تطويرها 2 تريليون جنيه على مدار 10 سنين. حضرتك ممكن تتخض من الرقم، لكن تعال نشوف، انت صرفت 530 زي ما حضرتك شايف، 530 مليار جنيه على الطرق والكباري، 225 مليار جنيه على السكك الحديدية، حوالي تريليون جنيه او اقل قليلا على الانفاق والجر الكهربائي زي المترو وغيره والقطار الكهربائي، 129 مليار جنيه على الموانئ البحرية، 15 مليار جنيه على الموانئ الجافة، 4 مليار جنيه على النقل النهري. تكلفة ضخمة مش كده؟ طبعا تكلفة ضخمة، لكن هل اللي حصل ده بفايدة ولا من غير فايدة؟ هل احنا كمصر زي الدول الاخرى ولا لينا اغراض واتجاهات مختلفة ومعايير بنشوفها مختلفة؟ يعني مثلا عندك سكان بيزيدوا في السنة 2 مليون مواطن، ال 2 مليون مواطن دول عايزين طرق جديدة وعايزين طرق اكتر من اللي موجود حاليا لما نوصل ل 2050. ايوه زي ما انا بقولك، عشان كده طوروا طريق مصر اسكندرية الصحراوي مرتين، متخيل؟ مرة في 2013 ومرة النهاردة في 2021-22.
السؤال ليه بيطوروه مرتين؟ لان المشاريع اللي كانت مخطط ليها في 2013 بدا يدخل عليها مشاريع جديده في 2021 و2019 زي مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديده. فعملت 7000 كيلومتر طرق جديده لم تكن موجوده من قبل. وهقول لك رقم يمكن تستغرب له. الناس بتقول لك انت عامل 7000 كيلومتر طرق جديده ومطور حوالي 10000 كيلومتر طرق قديمه. تعال شوف في الكره انت عامل كام كيلومتر طرق جديد. انت عامل 36000 طريق جديد في الكره، عمليه تطوير طرق وانشاء طرق جديده، وعندك في مبادره حياه كريمه 3000 كيلومتر طرق. خد بالك دي بنيه اساسيه بتسمى بنيه تحتيه. المستثمر لما هيجي لك هيكمل بالبنيه الفوقيه. هل يقدر يعمل البنيه الفوقيه ويبني فوق الميناء ويعمل لوجستيات الخاصه بيه ومنشاته الخاصه بيه على ميناء لا يستوعب المراكب اللي هو هيستخدمها واللي هو هيستفيد بيها في تجارته، ولا المفروض ايه اللي يحصل؟ اتمنى اكون وضحت جزء كبير او جزء حتى بسيط من الصوره، الصوره الكبيره اللي بتحتاج حلقات وحلقات في التغطيه. بشكر حضراتكم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.